السلام عليكم. السلام عليكم. هل تسمعونني رجاء؟ هل الصوت واضح أخ علي؟ هل الصوت واضح رشاد؟ ممتاز. إذا مرحبا بكم أخواني أخواتي في هذا اللقاء الحي العاشر لمقرر مبادئ الإدارة الفصل الأول من العام الجامعي 1439-1440. إذا هذا اللقاء الحي العاشر والذي سوف نحاول نواصل دراسة واستعراض بعض الأفكار الخاصة بإدارة الأعمال وتطور إدارة الأعمال داخل المملكة العربية السعودية عبر تركيزنا على نقطة مهمة جدا وهي ما يسمى بمشكلة عجز القوى البشرية السعودية. بدأنا في الأسبوع الماضي على الحديث عنها ونواصل الأسبوع هذا ونتحدث أساسا كيف نستطيع أن نساعد الوظائف، كيف أن نستطيع أن نعالج مشكلة عجز القوى البشرية داخل المنشآت السعودية. وأيضا راح نأخذ بعض الأفكار حول تأثير البيئة السعودية على إدارة الأعمال من خلال ما يسمى بسلم الحاجات لماسلو. إذا نبدأ على بركة الله إن شاء الله يعني يلتحق بين مزيد من الأخوة والأخوات. في الواقع إذا أردنا نتحدث عن علاج مشكلة عجز القوى البشرية السعودية وما يعبر عليه بالساوطة، كيف نستطيع أن نساوط الوظائف؟ والآن العديد من الدراسات والأبحاث ركزت على نقطتين أو ركيزتين أساسيتين لعلاج هذه الإشكالية. والركيزتين هذا أخواتي أخواتي هما التوظيف والتدريب. التوظيف والتدريب. التوظيف مش تقصد بالتوظيف، يعني بالتوظيف توفير احتياجات الحاضر والمستقبل كذلك من اليد العاملة السعودية وإحلالها محل اليد العاملة الأجنبية من خلال التوظيف، من خلال يعني توظيف أشخاص لشغل مناصب داخل المنشآت. والتوظيف هذا أخواني أخواتي قد يكون توظيف داخلي وتوظيف خارجي. لما نقول داخلي أو خارجي نقصد هنا من داخل المنظمة أو من خارج المنظمة. إذا التوظيف الداخلي هو عملية الإحلال من داخل المنظمة، يعني عملية الإحلال التي تتم عن طريق النقل أو النقل أو عن طريق الترقية. يعني هنا راح يكون في تسليم مناصب لأشخاص آخرين مثلا عبر الترقية، وهذا بحد ذاته قد يساعد على حل الإشكاليات عجز القوى البشرية. إذا من خلال إحلال اليد العاملة السعودية محل اليد العاملة غير السعودية ولا تتغير نسبة السعودة وترتفع نسبة السعودة داخل الهرم الإداري وخاصة في المناصب الإدارية العليا. هذا التوظيف الداخلي. بالنسبة للتوظيف الخارجي هنا نتحدث على التوظيف من خارج المنظمة. يعني إيش؟ توفير فرص عمل جديدة لمن يكون يعني محتمل أنه ما عندوش فرصة عمل سابقة أو مثال عاطلين أو خريجي جامعة. طبيعة الحال هنا عملية التوظيف، عملية التوظيف الأشخاص اللي لسه ما عندهمش وظيفة، هذا سوف يزيد من نسبة السعودة ويحل هذه الإشكالية بشكل كبير. وفي الواقع التوظيف الخارجي ممكن نجد فيه عدة مصادر، ممكن نجد عدة مصادر للتوظيف للتوظيف الخارجي. عند المصدر الأول والأساسي أخواني أخواتي هو الجامعات. المصدر الأول الأساسي في للتوظيف الخارجي هو الجامعات
اوكي اخت اصاله تقول ان الصوت غير واضح، بس عاوز اتاكد اكثر من الاخوه، ولعلي ممكن استخدم ميكروفون اخر. هل الصوت الحين اوضح رجاء؟ طيب ممتاز. اذا حاول اذا وصلت المحاضره، قلنا انه المصدر الاساسي لمصادر التوظيف الخارجي هي الجامعات، وهي افضل مصدر للبحث عن الموظفين، لان الجامعه هي المصدر الاول لانتاج الكوادر البشريه. وضرب حضرتك مثال على خريجي الجامعات، خريجو الجامعات قد يكونون يعني مصدر اساسي نستطيع من خلاله ان نوظف اشخاص اخرين، وبالتالي نحل اشكاليات الخاصه بعجز الكوادر البشريه. المصدر الثاني من مصادر التوظيف الخارجي هي مكاتب التوظيف الحكوميه. وهنا نتحدث على وزاره الخدمه المدنيه، وزاره العمل، اللي بيكون عندها قواعد بيانات فيها معلومات حول تقييم جميع الطلاب الخريجين او جميع الخريجين الباحثين عن الوظائف. هنا الشركه تستطيع ان تبحث عن موظفين لما تتجه الى وزاره الخدمه المدنيه ووزاره العمل، وبالدخول على قواعد البيانات الموجوده في الوزاره هذه تستطيع ان تبحث عن موظفين بمؤهلات مناسبه حتى يشغلون مناصب وظيفيه داخل المنشأة. عندنا مصدر اخر ثالث من مصادر التوظيف الخارجي اخواني اخواتي، هي مكاتب التوظيف الخاصه. مكاتب التوظيف الخاصة، لما نتحدث عن مكاتب التوظيف تقوم تقريبا بنفس عمل مكاتب التوظيف يعني الحكومية الشابة، أوكي، ولكن تقوم بالعمليات هذه بطريقتها الخاصة، وبالتالي هنالك رسومات، يعني راح يكون هنالك رسومات على عملية البحث عن موظفين أو عملية البحث عن وظيفة بالنسبة لي لطالبي الشغل. اوكي، يعني هنا تستطيع ان تضع سيرتك الذاتيه بقاعده بيانات التي يعني تملكها هذه مكاتب التوظيف الخاصه وتقوم بمساعدتك على البحث على وظيفه. بطبيعه الحال راح يكون هنالك رسومات في هذا العمل. المصدر الرابع للتوظيف الخارجي هو وسائل الاعلام. الاعلان التجاري، هنا نتحدث عن الاعلان التجاري المدفوع بطبيعه الحال. فلعل نلاحظ انه تقريبا لا يكاد يخلو جريده من اعلان حول شركه وطنيه او في مجال المقاولات او في اي مجال اخر، يعني دائما نجد اعلانات حول وظائف تقدم من قبل العديد من الشركات، وبالتالي فانه وسائل الاعلام هنا قد تكون ايضا مصدر من مصادر التوظيف الخارجي. عندنا مصدر اخر اخواني اخواتي، اللي هو الاتصال المباشر بين المنظمه والعامل او بين الباحث عن العمل. هنا يمكن للباحث عن العمل ان يتواصل مع المنشاه عن طريق الايميل او البريد او حتى عن طريق الزيارات المباشره، محاوله منه ان يجد وظيفه مناسبه. وهنا ايضا المنظمه ممكن انها يعني تجد الموظف المناسب يعني بهذه الطريقه. في مصدر اخير، مصدر اخر من مصادر التوظيف الخارجي، المصدر السادس هو توصيات العاملين. توصيات العاملين، يعني بعض الموظفين بالشركات يقومون بتزكيه من يعرفونه ويحاولون استقطابهم لشغل وظائف متاحه داخل المنشاه. يعني ممكن هناك موظف داخل الشركه يقوم بتزكية أو بتوصية حول صديق أو قريب يعرف أنه عنده مؤهلات معينة ومناسبة للعمل داخل المنظمة، فيقوم بتزكيته، وهذه أيضا مصدر من مصادر التوظيف الخارجي. إذا شفتوا مصادر التوظيف الخارجي إخواني أخواتي، كنا نتحدث عن مصادر من خارج المنظمة، خارج المنظمة. هذا فيما يخص التوظيف كركيزه من ركائز السعوده، ولكن في ركيزه اخرى لا تقل اهميه وتساهم بشكل كبير في 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 يعني علاج
مشكلة عزل القوى البشرية اللي هو التدريب. التدريب هو الذي يمكننا من رفع الكفاءة، وبالتالي تمكين الأشخاص من أنهم يشتغلون بوظائف بمناصب إدارية عليا. إذا التدريب هو تنمية وتحسين كفاءة وإنتاجية اليد العاملة. تنمية وتحسين كفاءة وإنتاجية اليد العاملة. وبطبيعة الحال هنا لما نتحدث عن اليد العاملة أو الموظفين داخل المنشآت الذين سوف يشملهم بطبيعة الحال التدريب، بنلاحظ أنه عادة نقوم بتقسيم الموظفين إلى ثلاث أنواع أو ثلاث مستويات. عندنا العمال التنفيذيون اللي هم يشتغلون في الإدارة الدنيا. الإدارة الدنيا يعني الموظفين الذين يقومون بالعمل بناء على توجيهات مدرائهم. هذه إذا العمال التنفيذيون هذه شريحة أولى. الشريحة الثانية والنوع الثاني هو عن العمال والموظفين الموجودين في الإدارة الوسطى. الإدارة الوسطى هنا نتحدث على مدراء الأقسام إن شاء الله. وعندنا كذلك الإدارة العليا اللي فيها مجلس الإدارة، المدير التنفيذي إلى آخره. فكل مستوى إداري عنده أهداف تدريبية تختلف على المستويات الأخرى، وعنده حتى بعض وسائل التدريب التي تختلف بين مستوى وآخر. يعني راح نشوف أخواني أخواتي أنه إحنا في الواقع لا ندرب العمال في الإدارة الدنيا بنفس الطريقة ومن أجل بس الأهداف الخاصة بالموظفين في الإدارة العليا مثلا. يعني لا الهدف هو نفسه ولا طريقة التدريب، أسلوب التدريب وأساليب التدريب هي نفسها، فيها اختلاف، لأنه كل 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 مستوى إداري عنده هدف وعنده أهداف خاصة في عملية التدريب. إذا لما نتحدث على الإدارة الدنيا هنا قلنا العمال التنفيذيون، لماذا يمكن أدربهم؟ وش هي الأهداف؟ لماذا قد أسعى لتدريب العمال التنفيذيين في الإدارة الدنيا؟ على أول شيء أخواني أخواتي، التدريب مهم لهؤلاء العمال من أجل زيادة الإنتاجية. يعني حتى أقوم برفع القدرة الإنتاجية لابد أن يعطيهم دورات من حين إلى آخر، هذا يساعد في تحسين الإنتاجية وبالتالي يساعد يرفع من كفاءتهم في العمل. إذا الهدف الأول زيادة الإنتاجية، الهدف الثاني رفع المعنويات. هنا إحنا لما ندرب العمال خاصة في إدارة الدنيا، العامل لما ياخذ دورات تدريبيه هنا سوف يشعر باهتمام الاداره فيه، يشعر ان المنشاه تهتم به، فهذا يرفع من المعنويات وهذا مهم جدا. ايضا التدريب يمكنهم من تقليل الرقابه ومن تخفيف خاصه العبء الرقابي. يعني انت لما تدرب عمال في الاداره الدنيا وتنمي الكفاءه حقه، هنا لا تحتاج بعدين لك بتظل دائما تراقبهم، لا، هو بيكون عنده كفاءة تتحسن الكفاءة حقه، فبالتالي هو الذي سوف يراقب نفسه ولا يحتاج أن شخص يراقبه على اعتبار أنه أصبح عنده كفاءة ومهارة عالية. أيضا العمال التنفيذيين من أهداف تدريبهم هي زيادة قدرة المنظمة على البرودة والإحلال. زيادة قدرة المنظمة على البرودة والإحلال. على البرودة يعني إيش؟ يعني يصبح الموظف يستطيع أن يشتغل في أكثر من إدارة أو في أكثر من وظيفة بطريقة سهلة. يعني على سبيل المثال، إذا قمت بتدريب موظفين داخل مثال موظفين في قسم الموارد البشرية، قمت لهم أو بكلتهم من دورات تدريبية في مجال مثال المبيعات مثلاً. أوكي؟ تدريب بسيط في مجال المبيعات. هذا سوف يساعد على جلب هؤلاء العمال أو هؤلاء الموظفين إلى قسم المبيعات في أيام الذروة. يعني مثال، إذا كان أنا مثال عندي فترة معينة فيها ذروة كبيرة، فيها مبيعات كبيرة شهر رمضان أو غيره، والموظفو المبيعات لا يخلون بالغرض، يعني عددهم قليل، فأفترضني أستنجد بموظفين من أقسام أخرى مثل قسم الموارد البشرية. طيب إذا كان الموظفين اللي هم موجودين في أقسام أخرى زي قسم الموارد البشرية تدربوا أو أخذوا دورة تدريبية حول المبيعات، هنا سوف يستطيعون المساعدة في إدارة المبيعات بسهولة تامة، لأنهم أصلا متدربين على ذلك. بينما إذا لم يكونوا متدربين فلن أستطيع الاستعانة بهم في أيام الذروة على سبيل المثال. أوكي؟ هذه تقريبا أهم أهداف التدريب. فيما يخص الأساليب، أساليب التدريب، هنا
التدريب قد يكون خارج المنظمة أو داخل المنظمة، ولا يختلف. لما يكون تدريب خارج المنظمة، هنا سوف نقوم بإرسالهم إلى مراكز تدريب متخصصة. أما إذا تحدث على تدريب داخل المنظمة، هنا سوف أقوم بإقامة مركز تدريب داخل المنظمة. طبيعة الحال يعني كلتا الطريقتين وكلا الأسلوبين في عندهم يعني خلينا نقول إيجابيات وسلبيات. لما نتحدث على تدريب خارج المنظمة أخواني أخواتي، من إيجابياته عندنا على سبيل المثال رفع الروح المعنوية. يعني الموظف لما ترسله عشان يتدرب لمدة 3 أو 4 أيام أو أسبوع خارج المنظمة في مراكز تدريبية على سبيل المثال، هنا الموظف سوف يقوم بتغيير جو، وهذا سوف يساعده على رفع المعنويات وعلى يعني بطبيعة الحال هذا سيساعده وسيرفع من كفاءته أيضا. كذلك التدريب خارج المنظمة هذا سيمكن الموظفين الاحتكاك بموظفين آخرين، بأشخاص آخرين، وهذا الاحتكاك مهم لتنمية العلاقات الإنسانية ولتنمية علاقات الموظف خارج المنظمة، فيشوف أشخاص آخرين، متدربين آخرين إلى آخره، هذا مهم جدا. كذلك لما نرسل الموظف عشان يتدرب خارج المنظمة، يعني راح يتدرب في مراكز تدريب متخصصة، عادة هنالك وسائل تعليمية متطورة في مراكز التدريب قد لا أستطيع استخدامها داخل المنشأة، قد لا أستطيع نقلها داخل المنشأة لتدريب الموظفين، وبالتالي أفضل طريقة أنه يتدرب في خارج المنظمة، يعني في مراكز التدريب المتخصصة. أيضا عادة البرامج التي تقام في مراكز التدريب تكون شاملة أكثر، وهذا مهم جدا يرفع من كفاءة الموظف. ولكن في نقطة سلبية أساسية في التدريب خارج المنظمة، أنه لما الموظف يروح يتدرب خارج المنظمة، أنا هنا لا أستطيع أن أجعل الموظف يداوم ويذهب إلى الدورات التدريبية في نفس الوقت، فيكون هنالك هدر للقوى البشرية. يعني مثلا أنت لما ترسل موظف لمدة 4 أيام عشان يأخذ دورة تدريبية خارج المنظمة، ما المقصود بهذا؟ ما هي نتيجة هذا؟ أنه الموظف طوال 4 أيام ما رح يقدر يداوم، ما رح يقدر يشتغل داخل المنشأة. وهذا يصبح إشكال كبير لما يكون المنشأة ما عندهاش موظفين لتعويض هذا الشخص، فممكن يعني تتضرر المنشأة في هذا السياق. بالنسبة للتدريب داخل المنظمة، نفس الشيء، التدريب داخل المنظمة عنده إيجابيات كما عنده سلبيات. داخل المنظمة ممكن ما نستطيع أن نجد مراكز تدريب متطورة جدا، ولكن التدريب داخل المنظمة عنده إيجابيات، اللي هي أول شيء نستطيع أن نفصل البرنامج التدريبي حسب الاحتياج. في مراكز تدريب خارجية لا تستطيع أن تفصل البرنامج التدريبي حسب احتياجاتك، لأن البرنامج التدريبي هو مقترح لك وللعديد من الموظفين من العديد من المنشآت. وبالتالي لما يكون التدريب داخل المنظمة، هنا أستطيع أن أفصل البرنامج التدريبي حسب احتياجاتي وكما أريد بالضبط. أيضا من النقاط الإيجابية في التدريب داخل المنظمة أنه لا يكون فيه هدر للقوى البشرية. يعني الموظف يقدر وهو لما يتدرب داخل المنظمة يقدر يقوم ولو بجزء بعمله، يعني يداوم في نفس الوقت يتدرب، بالتالي لا يكون هنالك هدف للقوى البشرية. في شكل آخر للتدريب يتم خارج المنظمة ولكنه يختلف عن التدريب خارج المنظمة، اللي هو إعادة التأهيل. إعادة التأهيل هي أسلوب تدريبي، ولكن يختلف عنه إيش؟ رح نرسل شخص على مدى يعني في لمدة طويلة حتى يأخذ يعني تأهيل مغاير للتأهيل اللي هو متحصل عليه. يعني إعادة التأهيل هنا لما نرسل الموظف إلى دورة طويلة للحصول على دبلوم عالي سواء كان ماجستير أو غيره، وبالتالي سوف يرجع لنا بمؤهل جديد يختلف عن المؤهل السابق. زي ما يقولوا الانتعاف كشكل من أشكال إعادة التأهيل. إذا تشوف هنا الأساليب التدريب، التدريب قد يكون داخل المنظمة، قد يكون خارج المنظمة في مراكز التدريب،
وقد يكون كذلك في شكل إعادة تأهيل يعني هدى يرسله إلى دورة مدتها طويلة للحصول على دبلوم عالي. هذا فيما يخص العمال التنفيذيين. عندنا أيضا موظفين الدار الوسطى أخواني أخواتي الزملاء، موظفين الدار الوسطى المدراء مدراء الأقسام واللي عندهم فرق يشرفون عليها ويديرونها، الأشخاص هذول كذلك يحتاجون من حين إلى آخر أن يقدم لهم دورات تدريبية. لماذا؟ أول شيء الدورات التدريبية هذه سوف تساعدهم على تنمية العلاقات الإنسانية، يعني يعلموا كيف ينمي علاقاته مع الموظفين، كيف يقود فريق عمل، كيف يستطيع أن يؤثر على الأشخاص، كيف يستطيع أن يكون قيادي إن شاء الله. هذه كلها مهمة جدا. أيضا الموظفين في الإدارة الوسطى من أهداف تدريبهم هي رفع قدرتهم على التخطيط والتنظيم، وكذلك تدريبهم على صناعة القرار. نعرف الإدارة الوسطى يعني مدراء أقسام شغلهم مبني بشكل كبير على اتخاذ قرارات، على التخطيط، على التنظيم، على التوجيه. هنا لابد أن ندربهم على كيف يصنعوا القرار، يعني وش الخطوات، وش الأساليب، وش أفضل الطرق حتى يستطيعون بناء قراراتهم بشكل موضوعي، وبالتالي تكون قرارات مناسبة ويعني فعالة. بالنسبة لوسائل التدريب تقريبا هي نفسها وسائل تدريب العمال التنفيذيين، يعني ممكن تكون داخل المنظمة، يمكن تكون خارج المنظمة، ولكن ممكن نضيف عليها أسلوب آخر اللي هو حضور المؤتمرات. العادة حضور المؤتمرات وهذا يكون خاص بالمدراء سواء كان مدراء أقسام أو غيره، بالتالي هذا أسلوب آخر يضاف كأسلوب تدريبي بالنسبة لهؤلاء الموظفين. عادة أخيرة الإدارة العليا أخواني أخواتي، الإدارة العليا، وهنا نتحدث على رأس الهرم الإداري. الإدارة العليا كذلك تحتاج من حين إلى آخر أن تأخذ دورات تدريبية، لأن الأشخاص هذول يحتاجون إلى دورات تساعدهم وتمكنهم من تحسين قدرتهم أو من تحسين عملية تقدير احتياجات المنظمة من الكوادر البشرية والمستقبلية إلى آخره. الأشخاص هذا في الإدارة العليا عندهم وظيفة مهمة جدا، هو كيف يقدر احتياجات المنظمة سواء كان من موارد بشرية أو غيره، وعلى المدى الطويل. وهذه عملية ليست سهلة، عملية صعبة، مدعو أن يتخذ قرارات استراتيجية، قرارات تخص المدى البعيد. هنا يحتاج إلى دورات تدريبية في بعض المجالات تساعده على حسن التخطيط وحسن تقدير احتياجات المنشأة. أيضا يحتاج إلى دورات تدريبية في كل ما هو تخطيط استراتيجي حتى تصبح عنده قدرة أكبر في رسم السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتطوير المنظمة. بالنسبة هذه بالنسبة لأهداف التدريب، وسائل التدريب هنا بتكون عادة عن طريق حضور المؤتمرات، عن طريق القيام بزيارات رسمية إلى دول أخرى ومقابلة مدرائهم من مدراء منشآت أخرى، تبادل المعلومات إلى آخره. كل هذه خلينا نقول تعتبر وكأنها دورات تدريبية، وإن كانت دورات تدريبية غير مباشرة إنشاء، أوكي؟ يعني تساعد بطبيعة الحال على رفع قدراتهم وعلى تحسين عملية التخطيط الاستراتيجي وعملية تقدير الاحتياجات المنظمة. إذا نشوف هذا التدريب ترى مهم جدا، وهو من الركائز الأساسية داخل المنشآت. العديد من المنشآت أخواني أخواتي يعني تنفق أموال ليست يعني بالهينة، أموال طائلة في 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 سبيل التدريب وتحسين قدرات الموظفين. ولكن لعل بنلاحظ أنه هنالك العديد من معوقات التدريب داخل المنظمات. خلينا نقول هنالك على الأقل خمس عوامل أو عوائق تقف أمام التدريب خاصة في المنشآت السعودية. عن أول شيء عدم القناعة في الكثير من المنظمات السعودية بدور وبجدوى التدريب. يعني العديد من المدراء يشوفون أن التدريب هو يعني نفقات زائدة، وأن التدريب سوف لن يؤدي إلى رفع الكفاءة، أن التدريب لا جدوى من التدريب، راح يكون مضيع للوقت. هذه وجهة نظر.
أيضا من عوائق التدريب عدم القناعة في العديد من الشركات بعوائد الإنفاق على التدريب. العديد من الشركات المدرية يقول لك أنا لا أحس أنه ما أنفقته في سبيل تدريب الموظفين أعطى أكله أو رجع لي في شكل عوائد. البعض منهم يعتقد أن العديد من الدورات التدريبية وخاصة التي تقام خارج الوطن عادة ما تتحول إلى مجرد رحلات ترفيهية أكثر من كونها رحلات تدريبية. يقول لك أنا أنفق أموال من أجل إرسالهم إلى الخارج للحصول على الدورات التدريبية، وما يروحوا مثال يستغلون الرحلة وتتحول إلى رحلة ترفيهية فقط. أيضا من العوائق خوف المنظمات وبعض المنظمات السعودية من تدريب الموظف وتنمية قدراته، وبعدين يروح ينتقل إلى شركة أخرى منافسة. بعض المدراء عندهم الفكرة هذه، وهذه فكرة خلينا نقول عالمية، مش داخل العديد من المنشآت حتى في العالم العربي والأجنبي. يقول لك أنا إذا أنفقت بشكل كبير على التدريب ودربت الموظفين وقمت برفع الكفاءة حقه، أوكي بعد ما دربه يروح المنافس ويعني يغري بمثال براتب مرتفع، وبالتالي يطلع الموظف وينتقل إلى شركة منافسة. يعني بعد ما ودربه يروح يشتغل في شركة منافسة. أيضا صغر حجم بعض المنشآت، نقول صغر حجم بعض المنشآت يعني قلة عدد الموظفين، هذا كذلك عائق. يعني يقول لك أنا عندي الموظفين قلة ولا أستطيع أن أستغني عن أي موظف، بمعنى أنه إذا أرسلت الموظف أو اثنين للحصول على دورة تدريبية ولو لبضع أيام، من سوف يشتغل مكانه؟ ما عنديش شخص يستطيع تعويضه، بالتالي لا نستطيع ان نستغنى عنه في فترات التدريب، وهذا كذلك عائق. العائق الاخير هو عدم تطبيق الماده 50 من نظام العمل في العديد من المنظمات، التي تنص على ان الموظف الغير سعودي يجب ان يدرب الموظف السعودي خلال سنتين بهدف نقل الخبره والتجربه، وبالتالي بهدف الاحلاء مستقبلا. بعض المنشات لا تطبق هذه المادة أو هذه القاعدة، وبالتالي هذا كذلك عدم تطبيق هذه المادة يعتبر بحد ذاته عائق أمام التدريب. واضح أخواني أخواتي؟ إذا هذا تقريبا قلنا أهم الأفكار الخاصة بالتوظيف والتدريب ركيزتين أساسيتين من ركائز السعودة. الجزء الأخير من هذه المحاضرة قلنا سوف نتحدث أو نبدأ نتحدث فيه شوي، ونواصل الحديث غدا إن شاء الله، حول تأثير البيئة السعودية على إدارة الأعمال، وخاصة تأثيرها على السلوك التنظيمي للفرد والمنظمة، تأثيرها على السلوك التنظيمي وعلى سلوك الموظف وعلى حاجات الموظف. العديد من المختصين يقولون ان البيئة السعودية، البيئة الثقافية خاصة، هي من البيئات القوية جدا اللي عندها تأثير كبير على سلوك الموظف داخل المنشأة، لأنه يعني عندها سمات خاصة يعني تجعل أنه للمجتمع بتأثير قوي على سلوك الموظف، على حاجات الموظف داخل المنشأة. وإذا أردنا أن نتحسس شوي قوة تأثير البيئة، نستطيع أن نرجع إلى مثال علمي اللي هو يعتمد على نظرية ماسلو للحاجات. في الواقع إخواتي، ماسلو هذا يعني عالم معروف جدا في 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 الإدارة، وضع نظرية سماها نظرية ماسلو للحاجات أو سلم ماسلو للحاجات. والفكرة من وراء هذه النظرية، وهي فكرة بسيطة، تقوم على أن الإنسان يعمل ويعيش من أجل إشباع مجموعة من الحاجات، من أجل إشباع حاجات معينة، والحاجات هذه موجودة ومرتبة ترتيبا هرميا، بحيث أن كل ما أشبع حاجة سوف يتطلع لإشباع الحاجة التي تعلوها مباشرة. أخت أصالة، هذا مباشرة بعد التدريب، تأثير البيئة
السعودية على إدارة العالم. إذا ماسلو يقول أن الإنسان يعيش من أجل إشباه حاجات معينة، وكل ما أشبه حاجة سوف يتطلع لإشباع الحاجة التي تعنوها. الحاجات التي حاجات الإنسان ماسلو قسمها إلى خمس أنواع أو خمس شرائح أو خمس مستويات. بحسب ماسلو كل إنسان عنده خمس مستويات من الحاجات. المستوى الأول اللي هو أسفل الهرم أو قاعدة الهرم هي الحاجات الأساسية، يعني إيش؟ كل ما هو أكل شرب ملبس إلى آخره، نسميها الحاجات الفيزيولوجية. كذلك الحاجات الأساسية، يعني يقول لك أن الإنسان أول حاجات يسعى إلى إشباعها هي الأكل والشرب، المسكن، الملبس، هذا الأساس. الحاجات الثانية اللي هي في المستوى الثاني مباشرة فوق الحاجات الأساسية هي الحاجة إلى الأمان. ولا نتحدث عن الأمان الاجتماعي، الأمان الوظيفي. فالإنسان لما يشبع حاجات الأكل والشرب يصبح يبحث عن أشياء أخرى، يصبح يبذل جهد ويعمل بجد لأنه يريد أن يؤمن حاجاته، حاجات أخرى وهي الأمان الوظيفي. وهذا شيء طبيعي، إحنا في البداية الواحد يعني يبحث عن وظيفة حتى يؤمن رزقه وطعامه وشرابه، وبعدين لما يتحصل على وظيفة يصبح يبحث عن شيء آخر اللي هو إيش؟ هو الأمان الوظيفي والاستمرار في الوظيفة. عفوا. إذا الحاجة الثانية هي الحاجة إلى الأمان. الحاجة الثالثة هي الحاجة إلى الانتماء. يعني بعد ما يحس الإنسان أنه خلاص أصبح عنده أمان وظيفي يصبح يبحث عن أشياء أخرى، يبحث عن إشباع حاجات أخرى نسميها الحاجة إلى الأمان، إلى الانتماء، أو نسميها كذلك الحاجات الاجتماعية. يعني يصبح يبحث عن الشعور بالانتماء إلى مجموعة معينة، يصبح يعني يشتغل أكثر ويتفاعل أكثر ويريد أن يكون جزء من مجموعة معينة داخل وظيفته أو بصفة عامة في حياته. بعد ما يشبع الحاجات هذه الاجتماعية يصبح يبحث عن إشباع الحاجات الموجودة في المستوى الرابع اللي هي الحاجة إلى التقدير. الإنسان بعد ما يشعر بالانتماء خلاص ما عندوش مشكلة في الانتماء يصبح يبذل جهد أكبر لأنه يريد أن يحصل على التقدير. التقدير قد يكون خطاب شكر أو شهادة إلى آخره. يحتاج الإنسان في بعض الأحيان يبحث عن إيش أنه كيف زملاء أو مدراء يقدرون العمل حقه، يشكرونه، أوكي؟ بسبب الحاجات التقدير. إذا أشبع الحاجة هذه حاجة إلى التقدير يصبح يبحث عن حاجة أخيرة، هنا نتحدث على رأس الهرم. الحاجة الخامسة هي الحاجة إلى تحقيق الذات. هنا نتحدث على الإنسان اللي عنده همة عالية، اللي عنده طموح كبير، دائما يبذل جهد كبير ليصل إلى قمة الهرم. يعني تحقيق الذات ممكن يكون ترى شيء بسيط، ولكنه إيش؟ لما يحقق طموح معين، طموح معين شخصي خاص به، يحس بسعادة كبيرة، يحس بأنه حقق ذاته زي ما يقولوا حتى في لغتنا العامية. إذا هناك كما قلنا أنه بعد ما يشبع حاجات التقدير، يعني بعد ما يحس أنه كل الناس تقدر عمله يقول لك لا أريد أكثر من ذلك، وأريد أن أحس أنا في داخلي يعني فعلا أنا أقوم بشيء مميز اللي هو تحقيق الذات. هذا المستوى الخامس اللي هو أعلى الهرم في سلم ماسلو. إذا سلم ماسلو في خمس مستويات أو خمس شرائع أو خمس حاجات مرتبة ترتيبا هرميًا من أسفل إلى أعلى، اللي هي الحاجات الأساسية، ثم الحاجة إلى الأمان، ثم الحاجة إلى الانتماء، ثم الحاجة إلى التقدير، وأخيرا الحاجة إلى تحقيق الذات. هنا عشان نتحسس قوة تأثير البيئة السعودية على سلوك التنظيمي وعلى المنظمات داخل المنشأة، أجرى
بعض المتخصصين الباحث عبد الحميد دياب أجرى بحث وحاول دراسة تأثير البيئة السعودية على المنشآت من خلال محاولة دراسة تأثير البيئة السعودية على السلم المصري. فقام بدراسة على مجموعة من رجال الأعمال السعوديين وحاول يتعرف على تطبيقات هرم ماسلو في المنشآت السعودية. وهنا لاحظ بعض الفروقات. يعني شاف أنه سلم ماسلو في المنشآت السعودية وعند العديد من الموظفين السعوديين ليس كما هو موجود أو كما تم تطويره من قبل ماسلو. عفوا. إذا وجد بعض الاختلافات مقارنة بسلم ماسلو للحاجات. يعني على سبيل المثال لاحظ أنه في البيئة السعودية الحاجة إلى الانتماء مقدمة على الحاجة إلى الأمان الوظيفي. يعني هنا وكان هرم ماسلو ستظهر في قاعدته الحاجة الأساسية ثم الحاجة إلى الانتماء. يعني وكأنه بصفة عامة في 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 البيئة السعودية الموظف يحتاج أو يحب أن يحس بالانتماء إلى مجموعة قبل ما يبحث عن الأمان الوظيفي. فهنالك تقديم للحاجة إلى الانتماء على الأمان الوظيفي. بطبيعة الحال أخت لما الحاجات هذه لازم نحفظها بالتدريب عفوا بالترتيب. أوكي؟ الحاجات الخاصة بسلم ماسلو لازم نحفظها بالترتيب لأن الترتيب مهم. لا أستطيع أن أمر إلى إشباه حاجات معينة إلا إذا أشبهت الحاجات التي قبلها، وبالتالي الترتيب مهم ومهم جدا. الفرق الثاني أن نلاحظ أن الحاجة الرابعة اللي هي الحاجة إلى التقدير وجد أنها غير مشبعة في وسط الأعمال السعودي. يعني ما فيش إشباه كبير للحاجة إلى الحاجة إلى التقدير، على عكس الحاجة الأخيرة اللي هي تحقيق الذات وجد بأنها متوفرة ومحققة بشكل كبير خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعملون في شركاتهم الخاصة وفي شركات أسرهم. يعني هنا بنلاحظ أنه أيضا في بيئة العمل السعودي وكأنه الحاجة الأخيرة اللي هي تحقيق الذات وكأنها مقدمة على الحاجة إلى التقدير. يعني العديد من الناس أشبعوا الحاجة إلى تحقيق الذات بدون ما يشبعون الحاجة إلى التقدير. إذا هذا الاختلاف في 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 ترتيب سلم ماسلو في بيئة العمل السعودية يؤكد أن بيئة العمل السعودية والبيئة الثقافية السعودية بصفة عامة عندها تأثير كبير على السلوك التنظيمي على سلوك الموظفين داخل المنشأة، وهذا التأثير نلمسه من خلال تغير سلم ماسلو وترتيب سلم ماسلو في 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 بالنسبة للموظفين داخل المنشآت السعودية. طيب وش هي العوامل البيئية اللي بتأثر على 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 تغير هذه الحاجات وعلى سلوك الموظف؟ هذا بنشوفه إن شاء الله غدا، راح نشوف أهم تأثيرات البيئة على هذه الحاجات على سلوك الموظف، وراح نشوف وش هي العناصر البيئية اللي بتأثر بشكل كبير على هذه السلوكيات. ولكن قبل ما ننهي محاضرتنا بطبيعة الحال كما جرت العادة عندنا كويز سريع من ثلاث أسئلة، وبعطيكم زي العادة يعني ثلاث دقائق. إذا ظهر الكويز نرجع بعد ثلاث دقائق بإذن الله لحله ولإنهاء المحاضرة. السلام عليكم. إذا انتهى الوقت ونقوم بتصحيح الكويز. إذا السؤال الأول، يمكن أن تتم عملية السعودة من خلال ازدياد حجم الأسواق أو التدريب أو الرقابة أو التوجيه. طبعا الحال احنا قلنا عملية السعودة تتم عبر ركيزتين أساسيتين اللي هما التوظيف و التدريب، وبالتالي الإجابة الصحيحة هي التدريب. من مصادر التوظيف الخارجي، لما نقول خارجي يعني من خارج المنشأة، هل الجامعات أو
مكاتب التوظيف الحكومية أو مكاتب التوظيف الخاصة أو جميع ما سبق. بطبيعة الحال الجامعات هي من مصدر التوظيف الخارجي، مكاتب التوظيف سواء كانت حكومية أو خاصة نفس الشيء، هي من مصادر التوظيف الخارجي، وبالتالي الإجابة الصحيحة هي جميع ما سبق. بعدين أخواني أخواتي، عن إرسال الموظف إلى دورة طويلة للحصول على مؤهل يختلف عن مؤهله السابق، هل هو تدريب خارج المنظمة أو تدريب داخل المنظمة أو إعادة تأهيل أو توظيف؟ طبيعة الحال هو ما عندوش علاقة بالتوظيف، هذا يدخل في إطار أساليب التدريب. البعض ممكن يقول انه اوكي هو تدريب يتم خارج المنظمه، اي ولكنه خاص جدا، اوكي خاص جدا، يعني ليس مجرد ان ترسله لبضع ايام، لا راح ترسله الى دوره طويله للحصول على مؤهل يختلف تماما عن المؤهل السابق، وبالتالي الاجابه الصحيحه هي الثالثه، اعاده تاهيل. اذا الاجابه الصحيحه هي الاجابه الثالثه، اعاده تاهيل. إذا بالنسبة لمحاضرة الغد الأخت أصالة، محاضرة الغد إن شاء الله تبدأ في نفس توقيت محاضرة اليوم، يعني الساعة 7:45. أوكي؟ إذا محاضرة الغد اللي هو اللقاء الحادي عشر بإذن الله غدا سوف نبدأ يعني مثل اليوم على الساعة 7:45، ونحاول نتحدث وننهي فيه أهم الأشياء المتعلقة ببيئة الأعمال السعودية وتأثيراتها داخل المنظمة. راح يكون لا يقول الأخير، على اعتبار أنه في اللقاء الثاني عشر الأسبوع المقبل راح ناخذ ممكن 10 دقائق وربع ساعة الأولى لإنهاء المقرر، ثم نصف ساعة خلينا نقول الأخيرة بتكون يعني زي المراجعة، نحاول نطرح أسئلة بطريقة شفوية ويكون هنالك تفاعل من خلال الشات بين الأخوة والأخوات، ونشوف إذا كان هنالك أسئلة إضافية من عند الأخوة والأخوات، نحاول يعني مع بعض نرجع شوي على أهم العناصر اللي درسناها في هذا الفصل، حتى نقوم خلينا نقول مراجعة أو شبه مراجعة إن شاء الله. إذا نلتقي غدا إن شاء الله في نفس توقيت اليوم، أشكر لكم حضوركم، تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.